سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بلد وكل مكان. أنا رجعت لكم تاني واليوم إن شاء الله يعني محضر لكم فيديو. جايب لكم صديق الصدوق أيمن. ابتدائي مع بعض، متوسط مع بعض، ثانوي مع بعض، وجامعة كمان مع بعض. 2000 years later. وبرضو لما كنت عايش قبل الجامعة كان في نفس. خلاص. طيب ماشي ما علينا. المهم. والله اليوم موضوع فيديو إيش؟ بعد طول انتظار عمرو دياب حيجي على هي انا يا لا جاي على جدة وحيسوي حفلة في مكان كده. استنى بس بدي اسوي بحث عن المكان بسرعة. لا تخاف. فعمرو دياب راجع على جدة بعد طبعا فترة الكورونا وفترة الحظر. فلسطين ولا تالي؟ لا يا عمي، شارع فلسطين مين؟ اللي في نهاية الشارع هذه. لا فلسطين. لا مش هي. هي ممكن نفسها بس انه اكبر قمه هي هذه. أيوه؟ اكبر قمه عالميه بالعالم. مو اللي في شارع فلسطين. طبعا بعد طول انتظار عمرو دياب راجع لجده ويسوي حفله ان شاء الله يوم 17 الشهر. تمام. طبعا بعد فتره كورونا والحظر والحاجات هذه، هو كان اصلا حيسوي احتفال في يوم الوطني وتكنسل ومش عارف مين، ودفعت حق التذكره وبعدين بعد اسبوع رجعوا لي اياها وصارت قصه. المهم انه راجع. الجدير بالذكر انه حتكون الحفله في اكبر قبه عالميه بدون اعمده. كيف بدون اعمده؟ مش عارف، بس انا يعني مهندس، بس انه الموضوع هذا لسه ايه لسه الموضوع ما وصلني صراحه. جده سوبر دوم، اذا اصلا بنطق اسمها صح، لانه انا يعني ما عمريش حضرت حفله فيها صراحه. المهم فبقول لك انه القبه الاكبر في العالم دون اعمده لاقامه الفعاليات، 34000 متر مربع، مساحتها الاجماليه وارتفاعها 46 متر وقطرها 210 امتار. اكبر من طوكيو دوم صاحبه الرقم القياسي العالمي بقطرها 206 امتار. المهم انه عمرو دياب يعني حيسوي حفله خطيره خطيرة 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 وفي مكان خطير. أنا ما رحتش المكان صراحة، بس من الواضح أنا حضرت زمان في موسم الرياض، فكانت ستيج يعني وأوبن إيريا. هذا شكله والله أعلم، يعني إنه يعني واضح إنه مقفل، بس أنا مش عارف كيف حتكون الأوضاع. بس إيش المهم إنه الوضع حيكون حريقة حريقة حريقة، والهضبة أكيد هيغني لنا يا أنا يا لا ما حدش تاني يا أنا يا لا. المهم نروح نحجز التذاكر. طبعا هو للاسف انا حاجز اللي انا مش ايمن يعني ما هو مش مهتم يعني هو جيمنج سبورت يعني ايوه صح. الله يخليك. طيب نروح على فعاليات تيكتينج بوكس، وهذا لا مش هذا ابو الله الله محسودة. شوفوا طبعا البوستر كيف صراحه بيفتح النفس. عمرو دياب فرايداي 18، انا قلت في بدايه الفيديو 17 جون، لا هو يوم 18 يوم الجمعه يوم الاجازه. طبعا البنش مارك اتوقع تحت رعايه بنش مارك اللي انتم عارفينها اكيد، ما علينا. المهم بنش مارك الشركه اللي هي ايش بسموها اورجنايزر يعني. طيب فعاليات القادمه كل الاقسام يا عمي، خلينا نحجز الاسعار هنا اهم حاجه. رويال في في اي بي، يعني مش عارف في في اي بي هذا ولا ايش، هيقعدوني في حجر عمرو دياب يعني. هو في اي بي رويال مش عارف ايش الحاجات هذه. سي ليفت سي رايت، ايوه اسعار حلوه لطيفه لطيفه في متناول المواطن الكادح. 785. المهم بدنا الخريطه، بدنا نشوف الخريطه عشان نقدر ايه. عزيز السنه ما هو كذا يعني تحجز مفروض ايوه، بس بيجيب لك خريطه المكان. اشتري الان. طيب بعدين يجيب لك. طيب خلينا نشوف. ايوه بالضبط احنا كده 100%. طيب شوف الفي في اي بي. طيب زي ما انتم شايفين هذا عمرو دياب هيغني هنا. الرويال ملناش فيه طبعا. في في اي بي ملناش فيه طبعا. ولا في اي بي ملناش فيه طبعا. احنا يعني ممكن اي 4 اي 3 اي 2 يعني فاهم. أوكي. يعني ممكن في المناطق هذه يعني. طيب نجرب اي 4 بكم؟ 1500. احنا ملناش فيه برضه. طيب نجرب بي 4 ملناش فيه برضه. سي 4 ماله سي 4 يا اخي، قول لي ماله. والله زي الفل في متنا انك موجود يعني. هاي متناول المواطن الكادح صح ولا لا؟ صح. طيب سي 6 490 اتوقع. اي 6 490. شكله كل الرمادي هذا نفس السعر. طيب سي 1 برضه. ايوه. طيب ايش رايك انا احجز؟ سي 1 اصفر. مش عارف والله مش عارف. طيب ايش رايك انا احجز في النص ولا في الجنب؟ اتوقع في النص افضل صح؟ النص افضل طبعا. يعني سي 3 والحاجات هذه. هذا المربع نفذ. احييه وربي الالحق سي 4 معناته. ايوه سي 4 يلا.
طب ليش هذا نفذ يعني؟ طب استنى سي 2 احا ايه سي 4 سي 4 تاكيد خلاص هو سي 4 صح؟ خلاص هو هذا سي 4 ها سي 4 رايت المسرح هنا وين؟ انا هنا هذا اوف نفذ. غير مت... احا ايه شيت قلت لك خليك تزبط شعرك. طيب استنى ايش يسوي ايش يسوي الحين؟ ما عندك الا اربع اماكن شوف. طيب استنى العوده للخريطه بسرعه. سي 5 ما في. لا في سي 5 سي 5 في قدام كمان. طب بسرعه يا ايمن بدي هذه محتاجه سي 5 هنا. سي 5 هنا حيكون في النص حيكون عمرو دياب هنا. هو افضل حاجه سي 4 سي 3 اتوقع يعني. اي سي 4 سي 3 بس انه شوف سي 5 في قدام. طيب سي 3 ما في. سي 4 في اربع اماكن بس مش قدام. طب سي 2 ما في. سي 1 ما في. في تاكيد ما في قدام. انا بدي قدام يعني فاهم انه يعني كمان يعني نص العمى ولا العمى كله. سي 6 كان الحين كثير. لا هم يعني هذا مليان. ليش هذا هنا سي 6 بعيد مره؟ طيب خلينا في سي 4. هنا ها فتح هنا. اي والله مره كويس. 10 هنا المسرح خلاص 12. انا ايش رايك؟ محسود على ليش اربع تذاكر حطيت واحده؟ لا يا عم واحده ايش بامكم انتم؟ اوه شكله هذه اربع بس تحجز لك اصحابك. احا لا لا سوي اكسات سوي احا. لا انتم كذا بتسوقوها يعني. انتم كذا بتسوقوا امها. سوي اكسات تحجز صف واحد يعني ولا ايش؟ والله شكله بالصف. ايوه يا عماد كيفك؟ تروح حفله عمرو دياب؟ ليش يا عمي كراسي وامور مرتبه؟ حتى لو يا اخي المشكله ما بقدر احجز الا صف باربع اشخاص. لا 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 فكنا راجل راح ادفع 1000 ريال على ب 490 التذكره. اي ما هي 500 او 500 وقاعد يا عمي بنقضي سهره حلوه. انا بدفع يا حبيبي مش على مين يدفع مين. ليش ادفع في الطقعه هذا 1000 ريال؟ انت الطقعه واشكالك الطقعه. هو انت الطقعه. ما بدك يعني؟ لا 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 والله ما بدي اروح. لا طيب طيب سلام. شوف بالله مكان بدي مكان واحد يعني ايش باستهبال؟ ما في ناس حاجزين كرسي واحد يعني. يا محي كيف حالك؟ اسمع تروح حفلة عمرو دياب؟ لا طبعا. ليش؟ تمام يا فضيلة خليني اخلص وبعدين. لا والله استنى هي طيب طيب. طيب ايش اسوي؟ وربي انا بدي مال ام صراحة. رجع الرئيسية؟ نرجع الرئيسية. طيب ننزل ننزل نقرا الشروط. طيب نقرا الشروط. استنى لن يسمح بدخول اي زائر. يفضل عدم حضور كبار السن. يمنع الدخول من غير كمامات. يمنع حضور. ترى معلق الموقع من اول ترى. ليش طلعني؟ ارجع ارجع خش ثاني رئيس. حتى هذا نفذ. شوف دوبه كان ايش لحمه هي 29. ايوه اشتغلنا. طيب في مدى يا عمي حط مدى بس في ابل باي والله يعني بس حط مدى خلاص. لا لا مدى ايمن. ما دايمًا يعني جاي تغلط العين الله يسامحك. عادي حطه ترى تزبط تزبط. طب وين المكان؟ وين المكان هذا؟ مش عارف وين المكان. 29 نفس اللي هذا سي 2 29 سي 2 29. الآن لحظات أخيرة. 5-4-0-4 سبميت. استنى اصبر اصبر نقدر. الله الله يلا جايك هضبة. الحمد لله حجزنا اخيرا يعني هو سنة. اللي حجز يعني بس الحمد لله حجزنا اخيرا يعني مش عارف انا والله لو انه لحمه بوزع لحمه فاهم ببلاش ما كانش كذا يعني مش عارف هذا الهضبه. والله اتوقع موقع مش يعني مش عارف يعني المهم هو الموقع ايش مشكلته. انا يعني عرفت من وجهه نظر تقني لما انت تيجي تضغط على هذا هو يحجز لك اياه لمده 10 دقائق فانت حتستنى اللي بعد. طب انا 10 دقائق اللي ما حجزها اللي قبلك. طب انا لو استنيت 10 دقائق كان ممكن الاقي مكان افضل يعني. لا لا المهم حجزنا خلاص وان شاء الله نقضي ليله حلوه مع الهضبه يوم الجمعه 18 جون في القاعه اللي بدون اعمده اكبر قاعه في العالم بدون اعمده. انا هروح اشوفها واستكشفها كمهندس يعني. المهم فان شاء الله انا لو رحت الحفله ان شاء الله ورمنا كتب الخير اصور لكم من هناك يعني وحركات كده وبرضه ممكن نسوي فيديو ثاني يعني لو كانت ايش الظروف تسمح وانا كده ايه استمتعت وركزت مع الهضبه. واتمنى اتمنى اتمنى الهضبه يعني لو انت حتشوف الفيديو في يوم ما يعني او لو شفت الفيديو او لو حد من اللي بيشتغل معك شاف الفيديو نفسه تغني لي اغنيه يا ملاك الحسن لانه يعني المره اللي فاتت ما غنيتهاش وانا كنت قاعد بصرخ وبقول لك غني غني وانت ما غنيتش.
بس انه نفس في الرياض فنفسي تغنيها صراحة نفسي يعني هي يعني مش عارف ليه بتغنيهاش ولكن انا وناشدة كانت تغني اغنية يا ملك الحسن وبس كان معاكم ياسر وايمن تورط على فكرة ايمن عنده قناة خطيرة فيها جيمز وشغل اللي بيلعب فورتنايت وبيلعب كول اوف ديوتي يعني خش ويدعم ايمن ويسوي له سبسكرايب صراحة يعني عن جد والله يعني انا مش مهتم في كول اوف ديوتي بس لما بتفرج فيديوهات وكذا بيمتعني يعني بتشد يعني بصير نفسي العب معاهم وبس كان معاكم ياسر ذا انترتينر وايمن ايمن تورا سلام يا